السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذا الموجز الاخباري ياتيكم من قناه وجريده تحواس براس الالكترونيه. امر رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون خلال تراسه اجتماع لمجلس الوزراء امس الاحد بالى اهميه خاصه لالعاب البحر الابيض المتوسط المقرره بوهران الصيف القادم، حيث استمع الرئيس لعرض حول التحضيرات لهذا المحفل الكبير، واسدى بعد ذلك تعليماته بمنح هذا الحدث اهميه خاصه بمختلف ابعاده واستغلال كل القدرات، وهذا من خلال التنسيق بين كل الاطراف المعنيه وتكثيف الجهود لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر. أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاثنين عن استمرار الاضطرابات في جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، وحسب ما أفادت به الشركة في بيان لها فإنه بسبب الضباب الكثيف الذي يميز الولايات الساحلية صبيحة اليوم، فقد تم تسجيل اضطراب في جميع الرحلات الجوية بسبب رداءة الرؤية. وإلى خبر آخر، نظمت جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب بسطام رضوان ولاية سندوف بالتعاون مع دار الثقافة عبد الحميد مهري وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة فعالية مهرجان الأيام الثقافية لموسيقى الديوان للشباب في طبعته السابعة تحت شعار موسيقى الديوان تواصل بين الشباب. المهرجان عرف مشاركة فرق موسيقية ووفود من داخل الولاية وخارجها، وتضمن عروضا فلكلورية وورشات موسيقية وسهرات فنية، واختتم بسهرة فنية أقيمت ليلة رأس السنة في مشتلة الغابات للولاية تخللها تكريم للفرق المشاركة بحضور مدير الشباب والرياضة مدير الثقافة وممثلين عن المجالس المحلية المنتخبة. وبهذا مشاهدينا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز، دمتم في أمان الله وحفظه، سلام.